من المعروف أن مندوبية العامة تآزر تشكل العنوان الاجتماعي الأبرز في برنامجي الانتخابي تعهداتي. اطلعت على قدر من العمل اللي قامت به تآزر في مجالات مهمة من خلال برامجها، سواء كان برنامج الشيلة أو برنامج التكافل أو برنامج البركة أو برنامج التموين وبرنامج داري. هذه برامج قامت بعمل جبار وتم الكثير. طلعت على الطريقة اللي تتم بها تحويلات لصالح الأسر المتعففة والطريقة اللي توصلهم بها بأمان، وكذلك فيما يخص تأمين الصحي لمئات الآلاف من مواطنينا ومجالات أخرى مهمة تتعلق من شأنها كامل الرفع من المستوى المعيشي لمواطنين من الفئات الغير قوية. وهذه البرامج اللي عند تآزر اللي طلعت عليها وقفت على بل منين لحقت فيها أشياء مهمة جدا فيما يخص بناء السدود وبناء المدارس وبناء المراكز الصحية وتوفير الماء الشرب في عدد كبير من القرى ومساعدة الأسر على قدر من أمورها بالنسبة لحياتها اليومية ومكافحة سوء التغذية. وإذن في مجالات مهمة المندوبية تقوم بعمل جبار ومهم جدا. في نفس الوقت اطلعنا على أن بعض برامج المندوبية فيه تأخر، على سبيل المثال في برنامج داري، مع أن فما أسباب تعود مفهومة يا غير تأخر غير مقبول، وينبغي بالعجلة على أنه تنقبض الإجراءات لتعويض الوقت اللي ضاع وقدر من التقدم في هذا البرنامج له. كذلك أعطيت تعليمات لمندوبية العامة تآزر للاتصال والتنسيق مع وزارة الصحة بخصوص البرنامج التأمين الصحي الجديد. هذا البرنامج مديور كان يوسع قاعدة المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي في إطار توجه لتأمين صحي شامل. هذا برنامج تأمين صحي تشاركي كلفته منخفضة جدا، ما هي لا يتكلف المواطن أكثر من 2500 وقية قديمة سنويا، والبقية كاملة تتحملها الدولة، ونحن نعول على هذا البرنامج في إطار قطيع خطوات مهمة جدا في إطار التأمين الصحي الشامل. وشكرا، بارك الله.